دلوقتي معادنا مع اخبار الرياضه، نروح لليندا تقول لنا بقى كل الاخبار الرياضه محليا وعالميا. اتفضلي يا ليندا. شكرا يا هدير، بنصبح عليكم مشاهدينا مره ثانيه، واهلا بيكم في موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اليوم انطلقت ركله البدايه. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. إعجاز ما يقدمه هو إعجاز. ميسي هيتس وان، واتس إت جول. الفاول عالمي يا زعيم. هنبتدي أخبارنا الرياضية من اتحاد الكورة المصري اللي أعلن فتح باب الحجز النهاردة لحجز تذاكر مباراة منتخبنا الوطني قدام السنغال في اللقاء اللي هيتلعب يوم 25 مارس الجاري في ذهاب التصفيات الإفريقية الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2022، وتحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة ب 2000 جنيه، الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيه، والدرجة الثالثة 100 جنيه. المسؤولين في منتخب مصر أكدوا أن محمد صلاح جاهز للمشاركة في مباريات السنغال يوم 25 و 29 مارس في المرحلة النهائية لتصفيات الكاس، وقال المسؤولين أن إصابة صلاح اللي تعرض ليها في مباراة برايتون خفيفة ومش مقلقة ومش هتمنعه من لعب المواجهتين مع المنتخب المصري. ومن ناحية تانية، اتواصل كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مع الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمود تريزيجيه لاعب باشاك شهير عبر تقنية زوم عشان يطمن عليهم وعلى إصابتهم قبل معسكر الفراعنة اللي من خلاله هيستعدوا لمباريات السنغال في تصفيات كأس العالم. لاعبة فريق الزمالك عملت امبارح تقسيمة قوية خلال التدريبات اللي عملوها على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة عشان يستعدوا للقاء بيترو أتلتيكو الأنجولي، وقسم الجهاز الفني للزمالك بقيادة فريرا اللعيبة لمجموعتين، وحرص خلالها المدرب وجهازه على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية وتوجيه اللعيبة وتصحيح الأخطاء اللي سبق وقعوا فيها. وفاز المنتخب الوطني للشباب مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة على المنتخب التونسي بنتيجة 3-2 في أول مباراة ليهم في دورة اتحاد شمال إفريقيا اللي بتتلعب في الجزائر، وهيواجه الفراعنة المنتخب الليبي يوم الأربعاء في الجولة الثانية من الدورة. وفاز فريق كرة سلة الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 69-64 ليتوج ببطولة كاس مصر لكرة السلة في المباراة اللي جمعت الفرقتين بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، وبكده فاز الأهلي ببطولة الكاس للمرة العشرة في تاريخه. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية، دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح خير يا مصر. شكرا يا ليندا.